اهلا بيكو. ده الفيديو الثاني اللي بنتكلم فيه عن الديمونستريشن ميثودز. في الفيديو اللي فات قدمنا بسرعه هي ايه الديمونستريشن، ويمكن كلمه شو اند تيل هي الكي وورد في تقديم الديمونستريشن. فاحنا المره دي هنبتدي نتكلم على ما يسمى بالثري ستيج ديمونستريشن ميثود او الافكتيف ديمونستريشن. الثري ستيجز بسرعة شديدة هم الأول ديمونستريت، وبعدين رينفورس، وبعدين بيرفورم. فهنا أولا خلي في بالك إن الديمونستريشن في الأصل عبارة عن حاجة بيعملها الترينر، بتعملها أنت علشان توصل معلومة أو توصل مادة علمية مهمة للمتدرب عندك. ففي الاول بتبتدي في المرحله الاولى اللي هي ديمونستريت، ان انت تقول لهم احنا هنعمل كذا وكذا وكذا، يعني باختصار بتديهم مقدمه سريعه عن ايه اللي هيتعمل في الديمونستريشن. ومن خلال نفس المرحله دي، مرحله الديمونستريت، تبتدي بقى تنفذ. فالاول هنقول لهم احنا هنعمل ايه، وبعدين بنقول واحنا بنعمل. فلو مثلا مثال بتاع تغيير كاوتش العربيه مثلا، فانت الاول بتقول يا جماعه انا عشان اغير كاوتش العربيه هرفع العربيه بالكوريك، وبعدين هفك الصواميل وهشيل العجله واركب العجله الثانيه واربط، وبعدين انزل العربيه مثلا. وانت بعد كده قلت لهم، تقوم تبتدي تاخد الكوريك وتقول انا دلوقتي هرفع، بحط الكوريك هنا، خلي بالك من كذا، ارفع حرك الكوريك، العربيه هتترفع، هتشد تفك الكاوتش تشيله وتركب التاني وما الى ذلك. في النص طبعا برضو بتكلمهم على ايه النقط المهمه، ايه مثلا ان لازم الفرامل بتاعت العربيه تكون مشدوده كويس علشان العربيه ما تجريش وتقع وممكن تعورك، وانت بتحط الكوريك المفروض تحط الكوريك في المكان الفلاني علشان لو حطيته في حته تانية ده ممكن يؤذي جسم العربيه، وانت بتفك العجله خلي بالك ما تحطش رجلك تحت العربيه علشان لو العربيه وقعت ما تقعش عليك، وما الى ذلك من الحاجات اللي انت المفروض بتقولها وانت بتنفذ. فاول مرحله في الثري ستيج ديمونستريشن هو ان انت تعمل الديمونستريشن، انت كانستراكتور بتقول لهم هعمل كذا وتعمله وانت بتقول، وبعدين وانت بتعمل وبتقول بتبتدي تركز على النقط المهمه اللي ممكن او المفروض ياخد باله منها التريني. المرحلة الثانية ان انت بتأكد الموضوع ده. ابسط طريقة للتأكيد هي ان انت تعمل تاني، التكرار يعلم الشطار. لكن الحقيقة مش دي احسن حاجة في الرينفورسمنت. ساعات بنحتاج في حاجات فيها كومبلكستي عالية، بنضطر نعمل الديمونستريشن اكتر من مرة قبل ما نبتدي نشرك المتدرب معانا. وساعات ما بنحطش المتدرب خالص لما تكون الامكانيات مش موجوده، ما عنديش مثلا عربيات كفايه الناس تبتدي تشتغل عليها، او ما عنديش مخارط كفايه ادرب الناس عليها، او فممكن انا بعمل الديمونستريشن بشكل باسيف، انا بس اللي بعمل الديمونستريشن والناس بتتفرج عليا. لكن طبعا مش هيبقى ده احسن طريقه، وانما احسن طريقه بعد كده في الرينفورسمنت هي ان انت تاخد المتدرب نفسه ويبتدي هو يعمل في الوقت اللي انت بتقول له يعمل ايه. يبقى خلي بالك المرحله الاولانيه انت اللي كنت بتتكلم وانت اللي كنت بتعمل. المرحله الثانيه الرينفورسمنت المتدرب هو اللي بيعمل، بينما انت بتقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، فواحد بيتكلم والتاني بيعمل، او تقلب الوضع وخصوصا لما يكون في سيفتي ايشوز تخلي المتدرب هو اللي يمليك يقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وانت واخد بالك لو ان في حاجه خطر او في حاجه مش المفروض تتعمل او في ستيب اتنست تفكروا بيها. يبقى الرينفورسمنت هتبقى عن طريق ان انت بتكرر الديمونستريشن بشكل باسيف، او ان انت بتخلي المتدرب يعمل في الوقت اللي انت بتقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، او ان المتدرب هو اللي بيقول لك وانت اللي بتشتغل. بحط المادة دي، هات الهيدروكسيد الصوديوم وحطه على كبريتات النحاس،
يبقى ايه بنحط، هو بيقول لك حط ده وحط ده وانت taking care of the issue. يبقى دي المرحلة التانية من three stage demonstration. المرحلة التالتة من three stage demonstration هي بقى ان المتدرب يعمل، بس برضو هنا لتثبيت المعلومة المتدرب المفروض انه بيعمل وبيقول هو بيعمل ايه، او باختصار بيكرر اللي انت عملته في الاول. اول مرحلة اللي هي الديمونستريشن كان القلب بتاعها او الاساس بتاعها ان انت بتعمل وبتقول انت بتعمل ايه. المرحلة الاخيرة بقى بتاعت البرفورمنس ان المتدرب بيعمل وبيقول زي ما انت كنت بتقول بالظبط. هنا انت ممكن في وسط ما المتدرب بيشتغل تقول له طيب ها دي ليه؟ انا كنت قلت عليها، طيب المفروض ناخد بالنا من ايه هنا؟ او بعض الاسئلة اللي هي تتأكد بيها ان المتدرب فاهم ايه اللي بيتعمل وعارف اللي بيعمله ده بيعمله ليه. يبقى باختصار ال 3 stage demonstration ثلاث خطوات: do, reinforce, perform. do خطوة بيعملها الانستراكتور بيقول هو هيعمل ايه، وبعدين يعمل ويقول في الوقت اللي بيأكد فيه على النقط المهمة. الخطوة الثانية reinforce عن طريق ان هو يعمل تاني، ودي passive اوحش الوسائل بس ساعات بتبقى هي دي بس المتاحة، احسن منها انك يتخلي التريني يعمل وانت بتقوله انت بتمليه يعمل ايه، او العكس بقى تخلي التريني يمليك وانت اللي تعمل. دي مرحلة reinforcement. المرحلة الثالثة والأخيرة في الـ 3 stage demonstration method هي إن أنت بتخلي الـ سوري التريني هو اللي بيعمل وبيقول. في المرحلة دي المفروض أعلى المراحل أو آخر مرحلة في الـ demonstration في عملية التعليمية دي ممكن كمان بتسأله وهو بيشتغل. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم بسرعة عن بعض الخصائص بتاعت الديمونستريشن ميثود اللي بتميزها وايه الحاجات اللي بتخليها احسن من غيرها، وبعدين في الفيديوهات اللي بعد كده هنتكلم على الادفانتجز والديسادفانتجز بتاع الديمونستريشن ميثود، وهنتكلم ان شاء الله عن سريعا عن الاسسمنت بتاع الديمونستريشن ميثود. ارجو ان انتم تكونوا معانا في الفيديو الجاي ان شاء الله.